مرحبا بكم على قناة خالد بايوسف. إن عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على التعادل ديال الرجاء البيضاوي اللي كما كيقولوا الجمهور انه مخيب للامل، انه في واحد الوقيته اللي خص الرجاء ما تراطي حتى شي ماتش، خصها حتى شي نقطه ما تضيعها، لان المنافسه الشرسه ديال الوداد للجيش الملكي حسنيه قادر، يعني فرق اللي كيوجدوا رؤوسهم للسرعه النهائيه. اذا مقابلات اللي بقاو، انا ماشي كنجي مع الرجاء، انا كنقول كاع هاد الفرق كاملين ما بقى لهم فين يراطيو شي ماتش، ما بقى حتى شي نقطه ما خصهم يضيعوها بهذا المعنى. اذا شفنا المقابله ديال اليوم واستغربنا لبعض الاشياء اللي شفناها. الرجاء البيضاوي المشكل ديالها انها كتستصغر بعض الخصوم. ما تخافش من الوداد، ما تخافش من بركان، ما تخافش من ليفار، دوك الفرق الكبيره ما تخافش منهم مع الرجاء. مناش كتخاف؟ كتخاف من الفرق الصغيره. علاش؟ لان الرجاء ملي كتجي تلعب مع ليفار راه كتجي مسلحه، وكتجي على اساس انها خصها تغلب. ملي كتجي للوداد نفس الشيء، ملي كتجي للبركان دوك الفرق الكبيره كتجي بواحد بعزيمه واحد ديال انها غادي تغلب. لكن ملي كتجي تلعب مع فريق صغير، يعني يمكن لنا نردوا هذا الشيء للعقليه الاحترافيه، كتجي لفريق صغير كتستصغروا، كتجي كتقول انه لقمه صائغه، ان الماتش محسوم، اننا غادي ديك النفسيه باش كيدخلوا لهاد المقابلات هما اللي كيخليهم يديروا هكا. تصوروا انهم داخلين المقابله مصيريه مع فريق كبير، والرجاء تشوفها طالقه داك الشيء اللي عندها، تما كتبان الرجاء. يعني انا كنقول لكم ما تخافوش من الفرق الكبيره، خافوا غير من الفرق الصغيره. مع احترامي لنهضه الزمامره، ماشي هي نهضه الزمامره، هي الجيش الملكي، يعني فرق كبير، باش نكونوا واقعيين وباش ما نبداش نوفقوا. حنا هنا باش نهضروا بواقعيه، خلينا نتنوفقوا باش نديروا الخاطر هذا ونديروا الخاطر هذا. يعني انا كنقول لك كاع الفرق اللي كتنافس على البطوله، الرجاء، الوداد، ليفار، حسنيه قادير، تقريبا كاع هادو اللي مكلاسيين الفوق، يخافوا غير من الفرق الصغيره. لان فاش كيجيو على اساس انهم راه رابحين قبل ما يدخلوا المقابله، هذاك هو الخصم ديالهم الاول، هما ريوسهم النفسيه ديالهم. والشيء الثاني ماشي اللي ما عجبنيش واستفزني، يعني انك غادي تخرج مالونغو وتدخل وائل السعداوي. هذا الشونج ما كنحاول انني نتقبله ونقول ربما بغى يديرها، ما لقيت ليهش كاع شي اجابه. واش كتعتبر راسك انك صافي راك رابح، ان المقابله حسمتيها؟ حنا ما كنقولش ان المدرب ناقص ولا شيء، لان المدرب راه الصراحه كنشوف فيه انه هو اللي غادي يرد الرجاء، هو اللي غادي يرد الرجاء البيضاوي لمكانتها حقيقيه. لكن هاد الشونج هذا استفزني. كاينين الناس اللي غادي يخرجوا كيقولوا لك وائل السعداوي انت ديما ضد وائل السعداوي، راه مازال عطيوه فرصه، خليه، راه مازال ما تحكموش عليه. وقتاش غادي تحكم عليه؟ عامين، دابا عام هو داز، اش عطى في هذا العام هذا؟ هذا عام كاع اللي جلس تقريبا راه قريب يكمل عام، اش عطى للرجاء؟ عاد باش نشوفوا نعطي واحد التقييم عليه. انت جاي كدافع عليه ولا ما فهمناش؟ لان كاينين شي لوبيات وكاين شي وحدين اللي كيدخلوا باش يدافعوا على جهه ضد جهه، وكاينين اللي يحرضوهم جهه باش يحاربوا جهه. هاد الحرب اللي دايره ما عندنا غرض بها، حنا كنجيو نهضروا على الواقع، ما كنرضيو لا هاد الجهه لا هاد الجهه. وائل السعداوي ما يستحقش الرجاء، قلناها وكنعاودوها. كتجي المقابله انت رابح بواحد زيرو، يعني وصافي حسمتي المقابله. واش واحد الصفر كتعني انك حسمتي المقابله باش تدخل وائل السعداوي اللي عام كله ما دار حتى لعبه، وتخرج مالونغو اللي كوارين عاليين كلهم ديالو؟ اذا حاولت انا كما قلت لكم، حاولت نستصغر ندخلها لراسي على اساس ربما لا لونترينور راه هذاك لونترينور راه خبره عنده، ربما انه بغى باش كان حطي جميع الاحتمالات، ما داخلينش للراس على اساس اجدر وائل السعداوي في دوك الدقائق اللي دخل. اعطيني حاجه واحده زوينه دارها، حاجه واحده، باس واحد ملي دخل. انا ماشي كنقول لك ان الا وكان خلى مالونغو غادي يماركي، هذه هي كره القدم، راه ضروري مرات نهزم مرات تعادل مرة هذا، ولكن باش دير واحد الشونج بحال هذاك، اسمح لي، الا كنتي جاي على اساس انك ترضي الخواطر
قلنا فاش هضر فاش هضر قال اليوم نعاود الرجاء بحال بحال النيفو واحد كذا. شوف ما ترضيش الخواطر، رحنا في واحد الفتره اللي خصك تضرب الفوق الراس، هذا نقص نقص سالينا، هذا عنده ما جيش انا رضي الخواطر وانت جبتي التعادل معاش مع نهضه الزمامره مع كل احترامي داك الفريق، لكن هو ما يمكنش نقارنه مع الرجاء ولا الوداد ولا بركان ولا اتحاد طنجة ولا حسن انت قادر، هادو فرق كبيره. هو عاد جاي عاد صعد من دوزيام سير. اذا هذا هو هذه هي وجهه النظر ديالي ان الرجاء البيضاوي ضيعات نقاط في واحد الفتره في واحد الوقت اللي خص حتى شي نقطه ما تضيع. يعني هاد الفتره اللي جايه دابا لا الرجاء لا الوداد لا فار حسن انت قادر ماشي وقت انك تضيع النقاط في جميع المقابلات ديالهم. واللي دا البطوله نباركولي، غير انا حللت غير علاش حللت هذه المقابله، غادي يخرجوا يقول لك علاش ما هضرتيش على مقابله الوداد، انا تفرجت غير في هذه المقابله. يعني جاوا تزامنوا في نفس الوقت كون جاوا وحده بوحده، ومازال غادي نعاود تفرج في الاعاده ديال الوداد قالوا لي كاينين شي حالات تحكيميه تما، ما هذا غير قالها لي السيد غادي نتفرج ونشدها كامله ونحاولوا اننا نحلوها. المهم الرجاء البيضاوي فريق كيستصغر بعض الفروق، هذا هو العدو الاول ديالو هو راسو، لان كيفاش كتدخل وانت داير في بالك انك فايز بالمقابله، واللي زاد طينابا له هو انك تخرج مالونغو وتدخل السعداوي بواحد زيرو، انك صافي راه ساليتي المشرك ربحت. اذا الناس اللي كيدافعوا على وائل السعداوي يعطيونا حاجه واحده دارها زوين، تقول لي اش مركا وانتم غالبين، تقول لي اش مركا في مقابله محسومه، ما تقول ليش انه عطى باس، واش انا جايب واحد بزباله فلوس انه يعطي لي باس ويماركي بيت ولا جوج البيوت في عام. ديك راه ايوا وكنت طلعتو دوك اللي طلعتو من المدرسه وحسن منه، يعني دوك اللي في المدرسه علاش تعطاو فرص وحسن من داك اللاعب. حنا ما جايينش باش نهاجموه، لكن حنا جايين باش نهضروا بالواقع وداك الشيء اللي كاين، لان الواقع كيقصح بزاف الناس. الا خرجتي باش تهضر بالواقع بزاف الناس غادي تقصحوا ويخرجوا يكومونطيو، وانت ديما ضد السعداوي وهما عملك مع السعداوي، خلي السيدي نعطيوه فرصه، اعطيوه فرصه. وائل السعداوي احسن لاعب في البطوله الوطنيه، زيدوا لي عامين ولا ثلاث سنين وبدا تصبروا معاه وبدا تدخلوه اللي تكونوا غالبين غير بواحد زيرو، دخلوه باش غادي يردوا عليكم نتاعه. هذا هو الواقع اللي كيقصح بزاف الناس، انا قلت لكم هذا الواقع كيقصح بزاف الناس. باش تخرج باش ترضي الناس وتكون زوين عند الناس، وي وائل السعداوي تعطيو صوف اعطيو فرصه، راه لاعب في المستوى وزوين، هادشي باش غادي تكون كيقول لك الناس انك كتهضر بالواقع، لكن الواقع كيقصح. السلام عليكم.